بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يطمئن الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ويهدئ من حزنه وتحسره وألمه الشديد على كفر من يكفر بهذه الرسالة. فيقول الله تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك، قاتل نفسك، أسفا على آثارهم، على آثار القوم الذين يعني ولوا الأدبار وتركوا دين الله تبارك وتعالى، وجاءتهم هذه الرسالة من الله تبارك وتعالى، ولكنهم صموا الآذان وغطوا العيون وعميت القلوب وانطلقوا بعيدا عن هذه الرسالة. والحال أن الله تبارك وتعالى قد أنزل يعني كتابه نذارة للعالمين، قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فالكتاب نزل على الرسول صلوات الله وسلم لينذر النبي بهذا الكتاب بأس شديد من لدن الله تبارك وتعالى، من عند الله. هذا البأس والشدة، العقوبة متوقع لهؤلاء الكفار في الدنيا وفي الآخرة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فنذارة القرآن نزل لنذارة العالمين على وجه العموم، وهؤلاء على وجه الخصوص، وهم الذين شتموا الرب تبارك وتعالى وسبوه وقالوا اتخذ الله تبارك وتعالى ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهؤلاء هم اليهود في عزير، النصارى في المسيح عليه السلام، المشرك العرب كذلك في قولهم الملائكة بنات الله. فالله تهدد هؤلاء وتوعدهم وأخبر بأنه قد أنزل الكتاب على عبده محمد لينذر هؤلاء على وجه الخصوص بعد إنذار العالمين على وجه العموم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال جل وعلا: ما لهم به من علم، كلمات قالوها بلسانهم دون أن يكون لهم علم بهذا. وكيف يكون لله تبارك وتعالى ولد وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ولا لآبائهم كذلك علم بها، وإنما تناقلوا هذا عن آبائهم دون أن يكون لهم أدنى أثارة من علم في هذا الأمر. قال جل وعلا: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت يعني كلمتهم هذه كلمة تخرج من أفواههم فقط، وكأنها لا تخرج من قلوبهم، لأنهم يقولون ما لا يعقلون، يقولون ما لا يعقلون.
قال جل وعلا إن يقولون إلا كذبا، افترى على الله تبارك وتعالى وكذب في نسبتهم ما نسبوه إلى الرب الإله سبحانه وتعالى. ثم هدأ الله تبارك وتعالى من روع نبيه وبين ومن حزنه الشديد على هؤلاء القوم الذين تأتيهم الهداية واضحة على هذا النحو ويصرون على الضلال ويسيرون عكس اتجاه الطريق الصحيح. قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك قاتل نفسك أسفا، يعني من شدة الأسف والأسف والحزن الشديد لا شك أنه يعني يؤدي إلى القتل ويؤدي إلى أن يعني يموت الإنسان كمدا وغما وهما. فالله يقول إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الذي وقع من هؤلاء إنما وقع بمشيئته. قال إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إن الله تبارك وتعالى تكلم عن نفسه سبحانه وتعالى مؤكدا هذا، جعلنا ما على الأرض زينة لها، صيرنا الذي على هذا على الأرض زينة لها. فقد ملأ الله تبارك وتعالى الأرض بالبهجة والزينة والجمال والشهوات العظيمة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الحياة قد حياة الدنيا قد ملأها وذخرها الله تبارك وتعالى بهذه المشتهيات وهذه الزينة وهذا المتاع، الزينة في المراكب والمناكح والمآكل والمشارب والمسارح. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني الغاية من هذه من خلق الله تبارك وتعالى هذا أن يبتلي عباده أيهم أحسن عملا، أي الناس أحسن عملا. ولا يكون العمل حسن إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى وأخذ ما يؤخذ من هذه الدنيا وفق مراده ووفق أمره ومشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، هذه في نهاية المطاف، في آخر الأمر يكون دمار هذه الأرض وخراب وانفراط عقد هذه السماوات، وذلك بالنفخ في الصور إيذانا بانتهاء هذه الأرض. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، فهذا اليد إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فيخبر سبحانه وتعالى أنه قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، الصعيد اللي هو وجه الأرض والجرز الأرض الجافة الذي ليس فيها شيء، يعني أن كل هذه الزينة والمتاع من الأبنية والبساتين والأنهار وما فيها كله هذا سيأتي وقت يجعله الله تبارك وتعالى صعيدا جرزا. ثم بعد ذلك جاء الجواب فيما كان الكفار قد سألوه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في السيرة أن مشرك العرب لما احتروا في أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه واستفتوا اليهود قالوا أنتم أهل كتاب وأنتم فما ما خرج فينا رجل يقول كذا وكذا وكذا، فقال سلوه عن أشياء يعني إذن أجابكم عنها فهو نبي، سلوه عن الروح وسلوه عن فتية كان لا هلكوا في الدهر الأول كان لهم شأن، وهذا كان عند اليهود خبر في كتابهم عن هذا، قالوا إن أجابكم فهذا يكون رسول. فسألوا النبي عن هؤلاء الفتية فالنبي قال لهم كما جاء في السيرة أجيبكم غدا، ولم يستثني لم يقل إن شاء الله، فاستلبث الوحي عليه 15 يوما ثم بعد ذلك نزلت هذه السورة. قال جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني هل ظننت أن أصحاب الكهف
الكهف هو المغار التي تكون في الجبل، والرقيم، الرقيم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو من النقش، الرقم هو الكتابة. قيل أنه بعد أن عثر أهل القرية على هؤلاء يعني الفتية الذين كانوا قد اختفوا هذا الزمان الطويل كما سيأتي في القصة، أنهم يعني كتبوا بعد ذلك على البناء الذي بنوه، كتبوا رقموا يعني تاريخهم وأحوالهم ووضعوها على باب يعني كهفهم وباب هذا المسجد الذي بنوه عليهم في نهاية المطاف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أنهم عجب من آيات الله تبارك وتعالى، وآيات الله تبارك وتعالى يعني كلها عجيبة، فإن الله تبارك وتعالى يعني يخلق ما يشاء مما يشاء ويبدل في الخلق ما يشاء. فالله يعني خلق الإنسان من طين هذه الأرض، هذا عجب أن من الطين يجعله الله تبارك وتعالى ويسويه بشر سوي. ثم من عجائب خلق الإنسان أن خلق الله تبارك وتعالى حواء من ضلع، ضلع الأيسر من أضلاع آدم. خلق الله تبارك وتعالى سائر الذرية من هذا الأمر العجيب كذلك، من النطفة ماء الرجل وبويضة المرأة، هذا أمر عجيب ما كان شيئا، ثم يعني أنشأه الله تبارك وتعالى نشأ آخر. الخلق كله عجيب، ثم إنه يجري على يعني عادة وسنة، والله تبارك وتعالى يخرق هذه العادة وقت ما يشاء سبحانه وتعالى وكيف ما يشاء. فمعلوم مثلا سيأتي من أعاجيب أمر هؤلاء الفتية، أولا كيف يعني أن الله تبارك وتعالى حماهم عندما يعني أو إلى الله تبارك وتعالى فإن الله حماهم من قومهم، كذلك كيف أن الله تبارك وتعالى جعلهم يرقدون 300 سنة كاملة وتسعة بالسنين القمرية ولم يأكل هذا أجسادهم ولم يتغير فيهم شيء، وعندما قاموا من نومهم كأنهم لم يمكثوا إلا يوم أو بعض يوم، حتى إن بعضهم يقول كم لبثتم أي في هذا النوم، يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، لم يتغير منهم شيء، لا طالت شعورهم ولا طالت أظافرهم ولا تغير شيء من أبدانهم قط. فأمرهم لا شك أنه كان عجبا، وكله من آيات الله تبارك وتعالى، أي العلامات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وكذلك على إحسانه وإنعامه وإفضاله جل وعلا. قال جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني مما يتعجب منه. ثم بدأ شرع الله تبارك وتعالى في قصتهم، قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف، أوى التجأ. الفتية دل على أنهم ما زالوا في مقتبل العمر، كانوا في مقتبل العمر فتية بعد البلوغ. إلى الكهف، هذه مغارة في الجبل بعيدا عن قومهم. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا. التجأوا إلى الله تبارك وتعالى، تركوا قومهم، وكان قومهم كفار عباد للأصنام والأوثان، وأرشد الله تبارك وتعالى وهدى هؤلاء الفتية إلى الله تبارك وتعالى، وعلموا أنه إذا اطلع قومهم على دينهم فإنهم لا بد أن يقتلوهم، فالتجأوا بعيدا، خرجوا من هذه القرية والتجأوا إلى مغارة بعيدة، كهف بعيد في الجبل، وقالوا داعين الله تبارك وتعالى: ربنا، يعني يا ربنا آتنا من لدنك رحمة، آتنا من لدنك، من عندك رحمة، تشمل كل أنواع هذه الرحمة، حماية من قومهم، بقاء لهم، تثبيت على الإيمان حتى يلقوا الله تبارك وتعالى، كل معاني الرحمة التي يحتاجونها وهم في هذا الموقف الصعب العصيب. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا، هذا الذي هو أمرهم، هو يعني توجههم إلى الدين وتمسكهم به ومفارقة أهلهم ووطنهم، رشدا، ارزقنا الطريق الراشد ليس طريق الغواية، وثبتنا على ذلك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
قال جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الضرب هنا جاء يعني بمعنى الخد، كأن الله تبارك وتعالى سكر آذانهم، قال في الكهف سنين عددا، عدد كبير من السنين. والضرب بعد الأذان لأن الأذن هي الوسيلة التي يتصل بها النائم بالعالم الخارجي عن طريق السمع، البصر يكون معطل والقلب يكون غافل، فهذه وسائل المعرفة. والأذن هو الذي يعني يكون على اتصال، فالإنسان لو صاد صوت أو صرخ صارخ فإنه يدخل الأذن ويستيقظ الإنسان. فالله تبارك وتعالى سكر آذانهم، وذلك حتى يعني يمتنعون عن يعني العالم الخارجي فينامون. قال جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قال جل وعلا: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم، بعثهم الله تبارك وتعالى، والبعث هو أنه أيقظهم بعد رقدتهم هذه الطويلة، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، حتى إذا اختلفوا فيهم فيشوف هؤلاء يعني اللي هم الحزب هذا، الحزب المؤمن هذا، أو الحزب حزب قومهم يعني الكفار، أحصى، قد أحصى ما لبثوا أمدا. والعلم هذا إنما هو ظهوره على يعني على الواقع، وليس أن الله تبارك وتعالى يعني سيعرف يعلم أمرا لم يكن يعلمه، بل الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون كيف يكون سبحانه وتعالى، بل هو الذي قضاه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن الله تبارك وتعالى نقص عليك نبأهم بالحق. طبعا هذه القصة تناقلها الناس، فيها تزيد وفيها تنقص وفيها كعادة البشر لا يضبطون مثل هذه الأحداث، ويدخل فيها الوهم والزيادة والخطأ وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى هو الذي يقص نبأهم بالحق، الذي يقص خلاف ما يتناقله الناس عن هؤلاء. نحن نقص، الله تبارك وتعالى، عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أول الحكم في هؤلاء إنهم فتية شباب آمنوا بربهم، آمنوا بالله تبارك وتعالى، ربهم خالقهم سبحانه وتعالى، وزدناهم هدى، زادهم الله تبارك وتعالى هداية. وهذا من فضله وإحسانه، فإنه إذا توجه المؤمن للإيمان زاده الله تبارك وتعالى، الله يزيده من هذا، من كلما سار خطوة فإن الله تبارك وتعالى يزيده خطوات. هذا شأن الرب تبارك وتعالى وسنته سبحانه وتعالى في عباده. إنهم فتية آمنوا بربهم، لما آمنوا بربهم زادهم الله تبارك وتعالى هدى. وربطنا على قلوبهم، ربطنا على قلوبهم، الربط معروف هو الشد، وهنا الربط على القلب معنى التثبيت، أن الله تبارك وتعالى ثبتهم على الإيمان في مقابل محنة شديدة، محنة يخير فيها الشخص بين الإيمان وبين القتل، يعني إما أن يكفر فيحيا، وإما أن يعني إذا اختار الإيمان قتل. فثبتهم الله تبارك وتعالى هذا وربط على قلوبهم، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذ قاموا لله تبارك وتعالى فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ربنا الذي يستحق أن نعبده وأن نعتقد أنه ربنا على الحقيقة هو رب السماوات والأرض، خالق هذه السماوات وخالق هذه الأرض، لن ندعو من دونه إلها. هذا يعني تأكيد أنهم ثابتون على هذا الأمر، وأنهم لن يغيروا يعني اعتقادهم ويقينهم وإيمانهم هذا، لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو لنا إلها غير الله والإله المعبود، يعني لن يكون لنا معبود إلا هو سبحانه وتعالى، لقد قلنا إذا انشطط. لو أننا دعونا مع الله تبارك وتعالى إلها آخر، أو اتخذنا إلها آخر لنا مع الله، إذن نكون قد
الشطة بين القول والشطط البعد، يعني يكون قد ابتعدنا عن الهداية بعدا عظيما، ابتعدنا لقد قلنا إذا شطط، يعني قولا شطط، والشطط اللي هو البعيد كل البعد عن الهداية. ثم قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. هؤلاء مشيرين إلى يعني قومهم من آبائهم وإخوانهم وجماعتهم وقبائلهم، اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا لهم من دون الله تبارك وتعالى آلهة أصنام يعبدونها، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هل أتوا على أن على هذه الآلهة بسلطان، حجة قاهرة بينة يتمسكون بها، تقول لهم بأن هذه الآلهة هي آلهة حقيقية تستحق العبادة؟ قال جل وعلا، وهذا من قولهم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سؤال يراد به التقرير، لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله تبارك وتعالى وقال إن هذه آلهة أو هم شركاء مع الله أو يعبدون مع الله. فهؤلاء الذين قالوا هذه آلهة قد افتروا الكذب على الله تبارك وتعالى، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم، يعني والحمد لله قد اعتزلناهم الآن وخرجنا بعيدا عن هؤلاء القوم الكفار المشركين، وما يعبدون إلا الله، يعني لا يعبد هؤلاء الفتية إلا الله تبارك وتعالى. فإذا فأووا إلى الكهف، المأوى، المكان الإيواء والاستقرار والحماية، يعني احتموا بهذا الكهف واسكنوه ينشر لكم ربكم من رحمته. نشر هو يعني التوزيع والزيادة، ينشر لكم ربكم من رحمته فيغطيكم ويجعل الرحمة يعني تلفكم من كل جانب، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ويهيئ لكم من أمركم هذا مرفقا، ما يرفق بكم، وذلك أن هذا كهف، ليس بيت، ليس بيتا، ليس متصلا بالسكان، هم دول المعتزلين في بعيد عن العمران، كيف سيعيشون في أمرهم، يدبرون حياتهم عيشتهم، يخافون الطلب والطلب في إثرهم، وإن عرف مكانهم أخذوا وقتلوا، إما أن يرجعوا إلى الدين الباطل وإما أن يقتلوا، أمر صعب. فهم خرجوا في أمر صعب من أمورهم، فلذلك دعوا الله تبارك وتعالى أن ينشر لهم من رحمته وأن يهيئ لهم من أمرهم هذا مرفقا، يرفق الله تبارك وتعالى فيهم بالطريق التي يمكن أن يعيشوا فيها معتزلين بعيدين عن أقوامهم على هذا النحو. بين الله تبارك وتعالى كيف أن الله تبارك وتعالى اعتنى بهم ورفق بهم وهيأ لهم أمر عظيم جدا. قال جل وعلا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. وترى الشمس إذا طلعت، يعني حال الشروق، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، المكان الذي هم فيه تدخل الشمس يعني وهي مشرقة وتكون على يمينهم، على يمين المكان الذي ناموا فيه من الكهف. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، ثم إذا تحولت الشمس إلى المغيب كذلك يدخل شعاعها كذلك إلى الجهة الأخرى في ذات الشمال، وهم في فجوة منه في الظل، لا تمسهم يعني الشمس عند يعني شروقها داخلة إلى الكهف، وعند غروبها كذلك يعني تدخل الكهف كذلك عند الغروب. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعلهم في هذا المكان، أولا دخول الشمس فيها مطهر لهذا الكهف، والأمر الآخر أنه
كذلك لا يمسهم الشمس هم في جلدهم حتى يعني لا توقظهم حرارة الشمس، فهم في الظل والشمس تدخل فتدفئ لهم المكان وتطهره لهم. فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. ذلك تهيئة الكهف على هذا النحو وتهيئة نومهم في المكان الذي ناموا فيه على هذا النحو من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتد. من يهده الله تبارك وتعالى فهو المهتدي. فهؤلاء لما أنهم يعني نالتهم هداية الله تبارك وتعالى فهو هذا المهتدي على الحقيقة. فإن الله، انظر أن الله تبارك وتعالى كيف أخرج هؤلاء الناس من أوساط كفار، ولعل آباءهم وإخوانهم وجماعتهم كلهم كفار، لكن الله تبارك وتعالى اختص هؤلاء الفتية وهم فتية، يعني لعلهم ما زالوا في مقتبل العمر، لكن الله تبارك وتعالى اختصهم بالهداية. فهذا الأمر إليه سبحانه وتعالى. فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلله الله تبارك وتعالى فلن تجد له وليا حبيبا ناصرا مرشدا يرشده إلى الحق والخير. ثم قال جل وعلا: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يعني من لو اطلع عليهم أحد فإنه يظن أنهم أيقاظ، أنهم مستيقظون، والحال أنهم رقود. ثم قال جل وعلا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ما قال يتقلبون، وكأن هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، فإنهم في نوم عميق والله تبارك وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أو في شبه موت أو موت والله تبارك وتعالى يقلبهم هنا ويقلبهم هنا على جنوبهم. قيل إنه يعني إن صنيع الله تبارك وتعالى بهم ذلك حتى لا تأكل الأرض، يعني في مدة طويلة تأكل شيء من أجسادهم عندما يعني يكونون على جنب واحد. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلبهم نسبه الله تبارك وتعالى إليهم، قيل أنه كان لواحد منهم أو أنه اتبعهم في الطريق، رآهم سائرين فاتبعهم في الطريق. المهم أنه كلبهم الذي كان معهم. باسط ذراعيه، على عادة الكلب يبسط ذراعيه عند النوم بالوصيد، والوصيد فناء الكهف. الكهف مغارة، يكون فتحة ومغارة في الجبل، وأمامه متسع يكون أمام الباب، هذا هو الوصيد. وكعادة الكلب إنه ينام عند الباب. فنام الكهف، نام الكلب على في فناء الكهف، وبسط ذراعيه في هذا المكان. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلع، لو الله يقول لرسوله لو اطلعت عليهم، وهذا لكل أحد، لوليت منهم فرارا. حماهم الله تبارك وتعالى بالرعب، ألا يأتي أحد إلى هذا المكان إلا رعب منه. لوليت منهم فرارا، تخاف منهم أشد الخوف، يمتلئ من يأتي إلى هذا المكان يمتلئ بالرعب. ولملئت منهم رعبا، ويمتلئ بمعنى أن الرعب يدخل كل مكان في الجسم، كما هو شأن الذي يملأه الرعب، فإنه حتى لا تبقى شعرة من شعراته إلا وتقف وتقف. وهذا حماية من الله تبارك وتعالى لهم، أن جعلهم على هذا النحو في الكهف، على هذا النحو الذي تشرق شمسه فتأتيه تدخل يمينا ويسارا، وكلبهم أمامهم وهم على هذا النحو. وضرب الله تبارك وتعالى على أسماعهم فلا يسمعون شيء من العالم الخارجي، وكان هذا تهيئة من الله تبارك وتعالى لهم، وقد أووا إلى الله تبارك وتعالى وقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونتابع إن شاء الله في الحلقة الآتية، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.